بياض الثلج وحمرة، كأنه عاشت في قديم الزمان أرملة فقيرة مع بنتيها الصغيرتين في كوخ مبني في طرف الغابة. وكانت أمام الكوخ حديقة صغيرة فيها شجرتان صغيرتان من الورد، تحمل إحداهما وردا أبيضا وتحمل الثانية وردا أحمرا. وكانت شجرة الورد أكبر عمرا من البنتين الصغيرتين اللتين سميتا باسم الوردتين. لقد تشابهت الأختان في الصلاح والطاع وفي انشغالهما الدائم وسعادتهما الكبرى، ولكنهما كانتا تختلفان اختلافا شديدا في شكلهما وفي طرق معيشتهما. كانت إحدى الأختين شقراء وهادئة جدا ولطيفة، وكانت في الصيف تحب أن تزين شعرها بوردة بيضاء فسميت بياض الثلج. أما الأخت الثانية فكانت سوداء الشعر، تحب أن ترقد من مكان إلى آخر وتقفز، كانت كثيرة النشاط والسرور دائما، وتحب أن تزين شعرها بوردة حمراء فسميت حمرة الورد. كانت الأختان بياض الثلج وحمرة الورد تحب إحداهما الثانية حبا عظيما، حتى أقسمتا مرارا أن تبقيا معا ما دامت على قيد الحياة، وكانتا تتقاسمان كل شيء، ولم تخرجا من المنزل المشي مرة إلا وكانت يد إحدى الأختين في يد الثانية. كانت الشقيقتان تقضيان قسما كبيرا من وقتهما في اللعب في الغابة، ولم يحدث أن أصابهما أذى من أي حيوان متوحش في تلك الغابة. كانت الحيوانات تقترب أحيانا من البنتين الصغيرتين كأنها تثق بهما، وكانت الأرانب البرية تأكل من أيديهما، والغزلان ترعى العشب في جوارهما وتقفز حولهما. إن الطيور فكانت تقف على الأغصان القريبة منهما وتغني لهما أعزب أغانيها. وحين تكون الفتاتان بعيدتين عن بيتهما عندما يحل الظلام، كانتا لا تخافان من قضاء ليلتهما في الغابة، وتنامان معا على فرش من العشب حتى الصباح دون أن تصابا مرة بأي ضرر. أما أمهما فكانت لا تخاف عليهما عندما تنامان في الغابة، لعلهما لعلمها أن الحيوانات لن تؤذيه. وفي إحدى المرات بعد أن قضت بياض الثلج وحمرة الورد ليلة في الغابة، استيقظتا في الصباح فوجدتا ولدا جميلا لابسا ثوبا أبيضا براقا يجلس بجانبهما، فابتسم الولد لهما ثم اختفى. وعندما نظرت البنتان إلى ما حولهما وجدتا أنهما كانتا نائمتين كل الليل قريبا من حافة منحدر صخري عال جدا، ولو تحركتا قليلا لكانتا وقعتا عن حافة المنحدر دون شك. وعندما أخبرتا أمهما بذلك قالت لهما إن الولد الذي رأتاه لابد من أن يكون الملاك الحارس الذي يرعى بعناية الأولاد الصالحين. كانت بياض الثلج وحمرة الورد تنظفان دائما كوخ أمهما تنظيفا ممتازا، وترتبانه ترتيبا حسنا بحيث يسر الداخل إليه سرورا عظيما. كانت حمرة الورد في الصيف تجمع كل صباح باقة من الأزهار وترتبها ترتيبا جميلا في إناء للزهر وتضعها جانب سرير أمها. وكان بين تلك الزهرات دائما وردتان، واحدة بيضاء والثانية حمراء، مقطوفتان من الشجرتين الصغيرتين الموجودتين في الحديقة. وفي الشتاء كانت بياض الثلج تشعل النار كل صباح وتضع الغلاية عليها، وكانت تلك الغلاية مصنوعة من النحاس الأصفر الذي كانت بياض الثلج تلمعه تلميعا شديدا حتى يصبح كذلك. كانت الأم تتجمع مع بنتيها الصغيرتين حول النار في كل مساء من أمسية الشتاء التي يتساقط فيها الثلج، وكانت الأم تقرأ البنتين بصوت عال وهما جالسان تغزلان الصوف، وإلى جوارهما يركض على الأرض حمل أبيض وعلى مقربة من حمامة بيضاء. وفي مساء أحد الأيام بينما كانت الأم وبنتاها جالسات حول النار قرع الباب قرعا عاليا، فقالت الأم يا حمرة الورد افتحي الباب بسرعة، إذ لابد من أن يكون أحد المسافرين المساكين قد ضل طريقه. فرقدت حمرة الورد إلى الباب لم يكن الذي دخل الغرفة مسافرا أتعبه السفر كثيرا، بل كان دبا كبيرا أسودا. وعندما رأته حمرة الورد رقدت نحو أمها وهي تصرخ، وتخبأت بياض الثلج خلف كرسي أمها، وبدأ الحمل يصوت
واستيقظت اليمامة وراحت تحرك جناحيها. فقال الدب بصوت لطيف: لم آتي لكي أؤذي أحدا، ولكنني أتيت لتدفئة نفسي بنار الموقد لأن جسمي يكاد يتجمد. فقالت الأم: أيها الدب المسكين، اقترب واضطجع قرب النار واحذر من أن تحرك فروتك. ثم نادت بنتيها قائلة: يا بياض الثلج ويا حمرة الورد، لا حاجة بكما إلى الاختباء لأن الدب لن يؤذيكما. فاقتربت البنتان من النار والخوف يملأ قلبيهما، واقترب الحمل واليمامة أيضا. ثم قال الدب: أيتها البنتان العزيزتان، هل لكما أن تزيل الثلج عن فروتي؟ فتناوبت بياض الثلج وحمرة الورد على إزالة الثلج من فروة الدب، وما كادت تنتهيان من ذلك حتى زال عنهما خوفهما كله، وأصبح الدب رفيقا لهما في اللعب. وعندما حان وقت النوم قالت الأم للدب: أيها الدب اللطيف، ابق هنا قرب النار طول الليل. وفي الصباح فتحت البنتان الصغيرتان الباب، فخرج الدب مسرعا إلى الغابة المكسوة بالثلج. في المساء عاد الدب، عندما فتح الباب دخل الكوخ وتمدد على الأرض قرب الموقد كأنه تعود أن يفعل ذلك كل عمره. وفي المساء التالي عاد ثانية إلى الكوخ وواظب على ذلك في جميع أمسيات الشتاء. ولقد أولعت البنتان بالدب كثيرا حتى أصبحتا لا تغلقان الباب في الليل أبدا قبل مجيء صديقهما الكبير الأسود لكي تلعبا بعد ذلك معه أمام النار. وكانت الأختان تنتفان شعره وتضعان أقدامه على ظهره وتقلبانه، وعندما كان يتظاهر بالغضب كانتا تضحكان وتتقلبان معه. دامت زيارة الدب الليلية إلى أن حل فصل الربيع الذي عادت فيه الغابات ثانية إلى اغدرارها، وبدأت فيه الطيور أناشيدها. وفي صباح أحد الأيام قال الدب لهما: وداعا أيتها الفتاتان العزيزتان، فالربيع قد حل هنا الآن، ولا بد لي من أن أترككما ولن أعود طول فصل الصيف. فسألته بياض الثلج قائلة: لماذا يجب عليك أن تترك أيها الدب العزيز؟ إلى أي مكان ستذهب؟ فأجاب الدب: يجب أن أبقى في الغابة لأحمي كنوزي من الأقزام الأشرار. في فصل الشتاء تتجلد الأرض وتصبح صلبة، ولكن الشمس الدافئة قد أذابت الجليد وأصبحت الأرض لينة، فيستطيع الأقزام البدء بحفرها ثانية. فذهبت بياض الثلج وحمرة الورد إلى الباب وهما حزينتان، ففتحتاه لكي يخرج منه صديقهما العزيز. علقت قطعة من فرو الدب بمغلاق الباب وهو خارج منه، فخيل إلى بياض الثلج أنها لمحت ذهبا براقا تحت الفرو، ولكنها لم تكن متيقنة من ذلك. وقفت البنتان الصغيرتان في مدخل الكوخ وراحتا تلوحان لصديقهما وتفكران في مقدار الوحشة التي ستجدانها في أثناء غيابي عنهما. أما الدب فقد ذهب مسرعا واختفى بعد وقت قصير بين الأشجار. بعد فترة من الزمن أرسلت الأم بنتيها إلى الغابة لتجمع منها حطبا، وعندما وصلتا إلى جذع شجرة كبيرة ملقا على الأرض رأتا شيئا يقفز على جذع الشجرة ذهابا وإيابا، ولكنهما لم تستطيعا في أول الأمر أن تعرف ما. وعندما اقتربتا منه رأتا أنه قزم صغير جدا له وجه كثير التجاعيد يدل على كبر سنه ولحيته طويلة بيضاء. كان القزم قد حاول أن يشق جذع الشجرة بفأسه الصغيرة، فعلقت لحيته الطويلة في الشق الذي أحدثه، وراح يقفز فوق جذع الشجرة مرارا ويشد لحيته بقوة وعنف، ولكنه لم يستطع تخليص. عندما لمح القزم بياض الثلج وحمرة الورد صاح قائلا: أيتها المخلوقتان الباشعتان، لماذا تقفان هناك وتنظران إلي؟ عوضا من أن تحاول مساعدتي، أرادت الشقيقات مساعدة القزم مع أنه كان فظا جدا معهما وقد بذلتا جهودا كبيرة لتخليص لحيته، ولكن الشق في جذع الشجر كان يشد عليه بقوة. وعندها قالت حمرة الورد للقزم: سأركض إلى البيت لأبحث عن شخص يساعده. فصاح بها قائلة: أيتها البنت البليدة، ما الفائدة من إحضار أشخاص بليدين آخرين لكي ينظروا إلي؟ ألا تستطيعين عمل أي شيء لإنقاذي؟ فقالت له بياض الثلج: دعني أفكر في الشيء الذي أستطيع عمله. ثم أخرجت مقصا من جيبها وقصت لحية القزم فوق شق جذع الشجرة مباشرة فأنقذته بعملها هذا. وعندما وجد القزم نفسه حرا التقط كيسا من الذهب كان منقل إلى جانب الشجرة، والتفت نحو البنتين
وعوضا عن أن يقول كلمة شكر لهما أخذ يتمتم قائلا: أيتها البنتان الشريرتان، كيف تجرأتما على قص جزء من لحيتي الجميلة ليحل النحس عليه. وذات يوم بعد مدة من الزمن ذهبت بياض الثلج وحمرة الورد لتصطاد السمك على بفاف أحد الجداول، وهناك رأت على مسافة منهما شخصا عجيبا صغيرا يرتفع عن الأرض ويهبط إليها كأنه يوشك أن يقفز إلى الجدول. فركضتا إليه فوجدت أنه كان القزم نفسه. فسألت حمرة الورد قائلة: ما الذي تحاول أن تعمله؟ إنك لا تريد القفز إلى الماء طبعا. فقال القزم بصوت عال: إنني لست مجنونا، ألا تستطيعين أن تبصري إن هذه السمكة الكبيرة تجرني إلى الجدول؟ وعندما حدقت الشقيقتان النظر استطعتا أن تريا أن القزم قد علقت سنارته بسمكة كبيرة، ومن سوء حظه كانت لحيته وخيط السنارة قد تشابكا. وكلما حاولت السمكة أن تجذب نفسها لتخلص من الصنارة كانت تسحب القزم قريبا من حافة الماء، وكان القزم يتمسك بشدة بالقصب والأعشاب على ضفاف الجدول، ولكن السمكة كانت أقوى من أن يثبت لها وكانت تقربه من الماء قليلا قليلا. فعندما رأت الأختان القزم على تلك الحال أمسكتا به بكل ما لديها من قوة، ولكنهما لم تستطيع أن تفك لحيته من خيط قصبة الصيد. وأخيرا أخرجت حمرة الورد مقصها وقصت أكثر من نصف لحيته، فغضب القزم غضبا شديدا مع أنه عرف أنها فعلت ذلك لكي تنقذ حياته. ثم صاح بها قائلا: كيف تجرأت على تشويه منظري على هذه الصورة؟ ففي المرة الأولى قصصت طرف لحيتي، والآن قصصت أكثر من نصفها، كيف أستطيع مقابلة الناس وأنا على هذا الشكل المرعب؟ إنني أدعو عليكما بأن تواصل الركض حتى لا يبقى لحذائكما نعال، وأن تقطع بعد ذلك كيسا من اللآلئ. قال قد خبأه بين القصب ووضعه على كتفيه واختفى عن الأنظار. بعد فترة من الزمن أرسلت الأم بياض الثلج وحمرة الورد إلى البلدة لتشتري لها إبرا وخيوطا، فقادتهما خطاهما إلى ساحة من الأرض الجرداء نثرت عليها الصخور الضخمة. وهناك رأت طائرا كبيرا يحوم فوق بقعة من تلك الأرض. ثم قد فجأة فسمعت البنتان صرخات تستدر الشفقة، فاندفعتا إلى الأمام ورأتا والرعب يملأ قلبيهما عقابا ضخما قد أمسك القزم بمخلبيها وأوشكت أن تطير به. فأمسكت بياض الثلج وحمرة الورد بذيل سترة القزم بكل قواهما وراحت تشدان بقوة حتى ترقت العقاب القزم. وما كاد خوف القزم يزول حتى التفت إلى الشقيقتين قائلا وهو في أشد حالات الغضب: أيتها البنتان الحمقاوان، ماذا قصدتما بإمساككما بي تلك الخشونة؟ كنتما تمزقان سترتي الجديدة من ظهري، أما كنتما تستطيعان الإمساك بي بعناية أكبر؟ ثم التقط كيسا من الحجارة الثمينة واختفى وراء إحدى الصخرات الضخمة. كانت بياض الثلج وحمرة الورد قد تعودتا فضاغتا، فلما تتوقع منه أن يشكرهما على مساعدتهما له، وواصلتا سيرهما إلى البلد حيث اشترت الإبر وخيوط لأمهما. وبينما كانت عائلتين إلى منزلهما في المساء التقط القزم مرة ثانية في المكان عينه. كان راكعا على الأرض ينظر إلى جميع جواهره التي كانت منثورة حوله والتي كانت تلمع وترسل بريقا شديدا، حتى ظنت البنتان أنهما لم تريا في حياتهما شيئا له مثل ذلك، ولم يكن في استطاعتهما إلا الوقوف والتمتع بذلك المنظر الفتان. رفع القزم رأسه فجأة وعندما رآهما أحمر وجهه وصرخ قائلا: إلى أي شيء تنظران وأنتما واقفتان هنا؟ وفي تلك اللحظة سمع زئير مرعب، وخرج من الغابة دب كبير أسود وراح يهرول متثاقلا نحوه. قفز القزم واقفا والرعب يملأ قلبه، وأصبح وجهه الأحمر الغاضب شاحبا من الخوف. وقبل أن يتمكن من الهرب كان الدب إلى جانبه، فرجى القزم الدب بصوت متقطع قائلا: يا سيد الدب العزيز، أرجوك رجاء حارا أن تبقي على حياتي، فما أنا إلا صغير جدا ولن أكون سوى لقمة واحدة لك، لماذا لا تأكل هاتين البنتين الشريرتين إذا كنت جائعا؟ إنهما أثمن مني، وإن أبقيت على حياتي أعطيتك كنزي كله.
ولكن الدب لم يؤثر فيه كلمات القزم، وما كان منه إلا أن رفع كف قدمه الأمامي وقتل القزم بضربة واحدة. فهربت البنتان الصغيرتان من شدة خوفهما، ولكن الدب ناداهما قائلا: يا بياض الثلج ويا حمرة الورد، لا تخاف، ألا تعرفانني؟ ألا تعرفانني؟ فعرفت الأختان صوت صديقهما العزيز، والفرح يملأ قلبيهما. فالتفتتا نحوه ورقدتا إليه بينما أسرع هو للقائهما. وعندما تلاقوا سقطت فروته عن جسمه، ووقف قبالتهما شاب جميل يلبس ثيابا ذهبية بدلا من الدب صاحب الشعر الكثيف الطويل. ثم قال لهم الشاب: إنني ابن ملك، وقد سرق ذلك القسم الشرير كنزي كله، وحولني بسحره إلى دب. ومنذ ذلك الحين صرت أتجول في الغابة مترقبا فرصة مناسبة لقتله، فالسحر لا يزول أثره عني إلا بعد موته، وأنا حر الآن. أما هو فقد نال عقابه العادل. كان فرح بياض الثلج وحمرة الورد عظيما جدا عندما سمعتا قصته، مثل فرح أمهما عندما ذهب الأمير معهما إلى منزلهما. بعد بضع سنوات تزوج الأمير بياض الثلج، وتزوج أخوه حمرة الورد، واقتسم الأميران بينهما الكنز الذي كان القزم قد أخفاه زمنا طويلا. عاشوا كلهم معا في قلعة كبيرة، وعاشت معهم الأم الصالحة. إما شجرة الورد الصغيرتان اللتان كانتا في حديقة الكوخ، فقد زرعتا في حديقة القصر تحت نافذة غرفة الأم، وظلتا تحملان أجمل أنواع الورد الأبيض والأحمر كما كانت تفعلان من قبل.